رفض عبد الحليم حافظ ارتباطهم. تفاصيل مثيرة في قصة حب وجواز الفنانة لبلبق وحسن يوسف. أهلا بكم في قناتي أخبار النجوم مع إيميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، أختكم محتاجة دعمكم. حابة أشكركم على دعمكم لقناتي، وربي يديمكم نعمة ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. قصة حب وزواج وانفصال وطلاق وليه ما اتجوزتش بعد الفنان حسن يوسف. قالت الفنانة لبلبق ان طلاقها كان صدمة كبيرة، لهذا السبب لم تتزوج بعد طلاقها من حسن يوسف. غيب الموت فجأة نجم السينما المصرية الفنان حسن يوسف، تاركا خلفه حزنا عميقا في قلوب محبيه بعد رحيله عن عالمنا امس الثلاثاء عن عمرنا هذا 90 عام، تاركا ارثا فنيا كبيرة وحياة شخصية مليئة بالمواقف التي ستظل محفورة في الذاكرة. تحدثت الفنانة لبلبق عن طريقها الفنان الراحل حسن يوسف في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت أنها تزوجت حسن يوسف وهي تبلغ من العمر 17 عام، مضيفة ما كنتش أتصور أبدا أن الطلاق هيحصل، والطلاق بعد 8 سنوات زواج وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لي. وأضافت بعدها لقيت نفسي ببعد عن أي حاجة تجيب سيرة الجواز واتجهت الفني، وشايفة أن الفن بيعوضني كتير، حب الناس بيعوضني عن حاجات كتير، ولكن ما فيش شك كنت أحب أبقى زوجة وأم، ولكن الظروف. اتولدت الفنانة لبلبق في 14 نوفمبر 1946 في القاهرة، واسمها الحقيقي نونيا توشكا ناكو كوبلياني، من أسرة أصولها أرمانية. اشتغلت في الفن من الصغر وعن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في الفترة دي. وقبل شغلها في تقليد الفنانين اكتشفها الفنان أنور وجدي اللي عملت معاه فيلم 4 بنات وظابط، أنور وجدي ونعيمة عيكف، واشتهرت بعد كده في تقليد الفنانين. استمرت الفنانة لبلبق على مدار سنين طويلة في العمل السينمائي عشان تقدم كتير من الأعمال المتنوعة بين الدراما والكوميديا. أما جوازها عن وطلاقها من الفنان حسن يوسف، اتجوزت الفنانة لبلبق سنة 1963 من الفنان حسن يوسف، وكان في الوقت ده عندها 17 سنة وكانت في مجال الفن اللي دخلته في سن مبكر، وأعجب بها حسن يوسف باهتمامها الكبير بوالدتها، وهي حبت فيه خفة دمه اللي خلته فارس أحلام البنات في الفترة دي. ولكن الفنان عبد الحليم حافظ اللي كان صديق مقرب من الاتنين من حسن يوسف ولبلبق، فرفض الزواج بسبب صغر سن لبلبق، وده كان رأيه وكمان كان رأي والدتها، إلى أن لبلبق أصرت على إتمام الزواج. ومع إصرار الفنانة لبلبق تمت الزيجة، وقام بارك لهم عبد الحليم حافظ الجواز سنة 1969، وانتهى الجواز بالانفصال والطلاق، والسبب هو كوبلة جامعة في فيلم بنت بديعة، كوبلة جمعت بين حسين فهمي ولبلبق. ولكن الظاهر أن كان في أسباب تانية، لكن لبلبق قالت أنها تخجل من ذكرها رغم الانفصال. فضل الاتنين أصدقاء وتعاونوا مع بعض في أعمال فنية رغم أنها رفضت الزواج بعده، إلى أنه هو ارتبط بالفنانة شمس البارودي اللي انفصل عنها لفترة وحاول فيها يرجع لبلبق تاني لعصمته، ولكن المحاولة فشلت فرجع إلى شمس البارودي مرة أخرى. حفل زفاف الفنانة لبلبق وحسن يوسف كان حفل زفاف أسطوري، حضروا كتير من الفنانين واستمر لساعات، وكان حفل الزفاف حديث الموسم وحديث الصحف في الوقت ده. لبلبق قالت في تصريحات تلفزيونية إن حسن يوسف كان أول قصة حب عاشتها، وقالت أخجل لو تحدثت عن سبب الانفصال والزواج، نصيب، هذا هو النصيب. وقالت كمان محدش منعني عن العمل في الفن وتلقيت العديد من العروض للزواج بعد حسن يوسف، وهناك شخص كنت أتمنى الزواج منه ولكن كان شرطه الوحيد أن أترك العمل في الفن، لذلك رفضت الزواج حتى الآن. لبلبق بتشعر بالندم على عدم الخلفة، وقالت أنها لو كانت اتجوزت كان بقى عندها أولاد كتير، ونصحت الكل من الممثلات أنهم يخلفوا في سن مبكر عشان ما يشعروش بالوحدة اللي بتشعر بها بعد رحيل والدتها. لبلبق قدمت الكثير من الأعمال وقدمت ثنائي مميز وجميل مع الفنان عادل إمام اللي قدمت معاه مجموعة كبيرة من الأفلام زي عصابة حمادة وتوتو وخلي بالك من جيرانك وعريس من جهة أمنية. قدمت كمان الفنانة لبلبق دور مميز مع الفنان نور الشريف في فيلم ليلة ساخنة إخراج عاطف الطيب اللي حصلت منه على جوائز مهمة في مشوارها الفني. لبلبق قدمت أعمال استعراضية، فهي بتغني وبترقص وبتمثل وعندها قدرة على تقديم الكوميديا الراقية زي ما ظهر في كتير من الأعمال مع نجوم الكوميديا الكبار زي سمير غانم ومحمد صبحي وعادل إمام. رحم الله الفنان الكبير حسن يوسف، ربنا يمد في عمر الفنانة لبلبق.